لا بالصف السادس الإعدادي. السلام عليكم ورحمة الله. And we are in unit 5 and this is me. Okay. وعدنا صفحة 45 بالكتاب. موضوع اسمه present perfect tense، الزمن المضارع التام. لكن عندنا هنا كلمة اللي هي ever. Ever معناتها على الإطلاق. Ever. تجي بحالة السؤال فقط. have has حسب نوع الفاعل، فاعل ever تصريف الثالث، ولا ننسى question mark. لما نشوف ever يعني عندنا الزمن المضارع التام وبصيغة السؤال، وتما نشوف ever شنو معناتها. إذا مرت معناتها هل مرة في حياتك أنت سويت هذا الشيء؟ كل زين. عندنا هاي الأمثلة منطينا إياها. Have you ever stayed, for example, in the desert, in a real, unusual hotel? Have you ever, هل أنت على الإطلاق مرة هيجي بقيت؟ Have you ever camped, هل مرة عسكرت؟ لاحظ have تأخذ وياها you، لأن اليو تعامل جمع، وever تجي الظرف ويجي التصريف الثالث. هاي الأفعال اعتيادية، فأخذت إيدي. هاي الأفعال شنو أعزائي؟ اعتيادية. Okay. Have you ever flown؟ هل بعمرك أنت حلقت أو طرت؟ الحمد لله والشكر ما نطير. Have you ever flown in a... Okay. Have you ever been sightseeing؟ هم عمرك رايح فد يعني زيارة مشاهد جميلة وكذا؟ أكيد يعني بحر النجف يخبل. Have you ever been cheated؟ هل أنت في مرة بعمرك النصب عليك، غشوك، قشمروك، cheated؟ وطبعاً هاي cheated هاي بالعلاقات تجي يعني خيانة. Okay. Have you ever been cheated? Have you ever؟ وراها التصريف الثالث، وهذا مبني المجهول، مبني المجهول. Okay. Have you ever lost؟ قلنا have وراها الفاعل، وراها كلمة ever، وراها التصريف الثالث للفعل اللي هو هنا فعل شاذ lose، من عندنا اخذ lost. اوكي has she ever ridden a horse؟ Oh, have you ever eaten frogs? Have you ever seen a ghost? وأعزائي هنا عندنا تمارين أخرى. مثلا ينطينا ride a horse، يركب حصانا. أوكي يقول خلينا إياها بجملة مع ever. has she ever ridden a horse؟ هل هي ركبت حصان مرة في حياتها؟ لاحظ أعزائي has جت لأنه she مفرد، وever ridden فعل شاذ لride التصريف الثالث، و horse good. أي طبعاً هاي موجود بالحلة، تعطي 3000 أعتقد تصعده good. and eating frogs legs. أو ما يخالف. have you ever eaten frogs؟ هل عمرك ماكل
ضفادع طبعا لو تشين صيني تشاكل الضفادع. Have you ever eaten frogs? Have you تاخذ ever والى اخره. Have you ever seen a ghost? هو عم نطلع see a ghost. هم شايف عمرك ghost؟ أو لو كنت عايش بالمقبرة أكيد تشوف. Have you ever ever هنا الفعل وعدنا seen تصريف الثالث مال see أو ghost هذا Mr. Ghost هذا الروح الخيرة. Have you ever drunk donkey's milk? عمرك شارب حليب مال donkeys؟ طبعا ما خال donkeys خال goats بس احنا بدنا ننوع دير باك تنوع طريقتك خطأ. Goats good goats milk يعني حليب الماعز. Have you ever drunk drink الفعل عندنا drink فعل شاذ تصريف مالته drunk okay donkey sorry goats milk and thank you.